ازاي تنظف الشوز الشماط؟ اول حاجه انت هتجيب فرشه زيادات، مش لازم زيها بالظبط بس اي فرشه تكون ناعمه، وهتبدا تنظف بيها الشوز من غير ميه من غير صابون من غير اي حاجه خالص. وبعد كده هتجيب خل وتحط شويه صغيرين في الكوبايه، ما تزودش اي ميه خلي بس، وهتجيب فرشه سنان قديمه وتبدا تلمع بيها الشوز. حاول لما تيجي تلمع الشوز تلمعه كله في اتجاه واحد، تفضلش تفضل طالع نازل، لا في اتجاه واحد، وما تحاولش تجيب عليه صابون لانه هيشقق وطبعا ما تغسلوش في الغساله.